السي تهاني نائب وزاره التربيه الوطنيه بنيابه وجده انكاد. في بدايه هذا اللقاء اريد ان اشكر السيد الدوري وموقع وجده سيتي على هذا الاهتمام بالقضايا. في الحقيقه هناك قضايا كثيره كيتم بها الموقع، كتم قضايا التربيه والتكوين، وفي هذه الايام كان الاهتمام مع الراي العام، الاباء، التلاميذ، الاساتذه، كاين واحد الاهتمام بهذه المنظومه، منظومه مسار. نعلم جميعا بان منظومه مسار تدخل في اطار ادماج تكنولوجيا الاعلام والاتصال بالنسبه لمنظومه التربيه والتكوين، وتهدف الى رفع الحكامه التدبيريه بالمؤسسات التعليميه. وفي الحقيقه ان وزاره التربيه الوطنيه منذ سنوات وهي كتعتمد واحد المجموعه ديال البرامج، لعل الادبيات التربويه الان محدده في برامج بحال جيكزاوين، غالي، غريزا، تعليم ما الى غير ذلك، والان هناك مسار. وفي الحقيقه ان هذا ادماج تكنولوجيا الاعلام والاتصال اهتمت بواحد المجموعه من العمليات وعمليات كبرى في المنظومه، بينها عمليه الاحصاء، عمليه التقويم، وعمليه الحركه، لان كل هذه العمليات كلها الان اصبحت تدبر عن طريق الاعلاميات. ومنظومه مسار هي واحد، هي تجميع ديال واحد البرامج، مجموعه ديال البرامج اللي ذكرتها الان، برامج سابقه، والهدف ديالها دائما هي توحيد هذه العمليات وجعل مجموعه من المكونات اللي يمكن نتبعوها فيما يتعلق بمنظومه التربيه والتكوين. برنامج مسار بدا في السنه الماضيه، بدا بالعمليه ديال تحضير الدخول المدرسي، حركية التلاميذ، الانتقالات، المغادرات، غيار التوجيه إلى غير ذلك. والسادة المديرين أنجزوا هذه العملية. نعلم جميعا بأن المديرين خضعوا لتكوينات البرنامج، والآن نحن أمام المكون الثاني اللي هو مكون التقويم والامتحانات، يعني المراقبة المستمرة في هذه المرحلة الحالية. بطبيعة الحال هناك مكون ثالث يتعلق بالموارد البشرية والزمن المدرسي، جداول الحصص إلى غير ذلك، وكاين مكون رابع هو الحياة المدرسية. بالنسبة للمسار، وهذا هو الذي أريد أن أطمئن به التلاميذ، والحمد لله الآن التلاميذ أصبحوا واعيين بهذا البرنامج بفضل واحد المجهود اللي دار على مستوى نيابة وجدة أنكاد من خلال الحملات التحسيسية واللقاءات المباشرة، لا مع التلاميذ ولا مع الأطر ديالنا التربوية، المفتشين، الموجهين، حتى مع الآباء. أدركوا الآن بأن مسار فقط هي منظومة من أجل الانتقال من ديك المعالجة الورقية إذا أمكن المعدلات ديال التلاميذ إلى المعالجة عن طريق المعلومات. كتبقى قضية اللي هي كذلك أساسية، وهي أن برنامج مسار لم يحدث أي تغيير على مستوى المراقبة المستمرة، لم يحدث أي تغيير. المراقبة كما كانت تتم بالنسبة للسادة الأساتذة من خلال عدد الفروض الذي لم يتغير، ومن خلال الأنشطة المدمجة التي لا زالت قائمة لم يتغير أي شيء. عدد الفروض اللي كان بالنسبة لكل مستوى هو عدد المعاملات، يعني المعامل ديال المادة لم يتغير. وحنا بالنسبة للأطر ديال التربية سواء الأساتذة ولا السادة المفتشين كيدركوا كاملين بأن المراقبة المستمرة في الابتدائي كتحكمها المذكرة 179 واللي كتحدد كما قلت الفروض والعدد ديالها والأنشطة إلى غير ذلك. وبالنسبة للتعليم الثانوي المذكرة 142 بملحقاتها حسب كل مادة كتحدد عدد الفروض، مثلا فرضين زائد أنشطة أو ثلاث فروض زائد أنشطة أو أربعة فروض. وبالتالي لا خوف ولا يمكن أن نقول بأن هذه المنظومة جاءت لتغير طريقة التنقيط أو طريقة المراقبة أو غير، لم تغير أي شيء. الذي غيرت وهو أن كما قلت المعالجة والتعامل لم يعد تعاملا مع الورق، وإنما أصبح تعامل مع وسائل الحديثه، اقصد هنا تكنولوجيا الاعلام والاتصال. وكان احنا كنعرفوا بان هذا دخل كذلك في اصلاح المنظومه، لان منظومه التربيه والتكوين الان اصبحت تقطع مع بعض الممارسات السابقه، وهذا اصلاح، والاصلاح بناء، وكل بناء فيه يقدر يكون فيه واحد شويه ديال، لا اقول التعثر او الارتباك، وانما يمكن يكون فيه اشكال من داخله، لان ربما كان كذلك واحد النقص. نعترفوا احيانا بان كان واحد النقص في التواصل، وهذه الحقيقه ما دركناها حتى اثيرت الاسئله حول هذا البرنامج. ولكن كذلك لانه بدايه دون شك هذه السنه بدينا بهذه الطريقه وهذه الدوره، نتمنى ان الدوره الثانيه غادي تكون دوره عاديه، وغادي التلاميذ ديالنا والاباء غادي يتعودوا وغادي ندركوا في يوم من الايام.
انا ادرك هذا، غادي ندركوا بان هذه المنظومه يمكننا نفتخروا بها، لان غادي تسهل مجموعه من الامور، وغتسهل حتى على الاباء والاولياء مراقبه النتائج ديال الابناء ديالهم والاطلاع عليها في كل وقت وفي كل حين. يقدر الاب فين ما كان في المغرب او خارج المغرب يعرف نتائج ابنائه، ويعرف حتى جداول الحصص الابن ديالو، الفتره ديال الدراسه ديالو الى غير ذلك. وكاين هناك خدمات اخرى، لان مسار ماشي فقط عمل تدبيري، وانما كذلك فيه واحد المجهود خدماتي. الناس اللي عندهم حق يدخلوا لهذا المنظومه، اساتذه، مديرين، مفتشين، اباء الى غير ذلك، كلهم المعلومه اللي غادي يبحثوا عليها غادي يلقاوها متوفره بواحد السرعه. نعلم بان هذه فتره ديال الشفافيه وتكافؤ الفرص، وبالتالي كل واحد يبقى يعرف الامور ديالو، وغادي نتفاداو حتى واحد بعض الامور اللي كانت عندنا مع الاسف. وهذا عاود اللي يمكن نذكر هنا الاباء والاولياء، عادة حتى كتجي هذه الفترة ديال آخر الدورة، عادوا كيبدي السؤال عن الأبناء، المستوى ديالو، الفروض، المعدلات إلى غير ذلك. مسار راه غادي يعطيك ديك المراقبة إلا بغينا نقولوا اليومية، حسب حياة تاع التلميذ المدرسية وحسب نشاطه والمجهود اللي كيبذلوا. شكرا سيدي.